أهم أخبار المغرب والعالم في الموجز، أهلا بكم. سقوط طائرة يطيح بعشرات المبحوث عنهم في قبضة درك مدينة زايو. شرطة ميناء الميريا تضبط مسنا قادما من الناظور حاول تهريب كيلو من الحشيش في حذائه. بن موسى يواصل مناقشة النظام الأساسي مع النقابات التعليمية. السلطات تمنع جمهور الرجاء من التنقل إلى بركة. أهلا بكم إلى التفاصيل، والبداية بالشأن المحلي. أطلقت مصالح الدرك الملكي بمدينة زايو خلال الأيام القليلة الماضية حملة أمنية واسعة أفضت إلى توقيف عدد كبير من المبحوث عنهم في قضايا مختلفة. وحسب مصادر محلية فإن عناصر الدرك التي كثفت من دورياتها بعد واقعة سقوط طائرة صغيرة لتهريب الحشيش بدوار أولاد عبد الله تمكنت من توقيف حوالي 120 مبحوثا عنهم في قضايا مختلفة، أغلبها تتعلق بتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية والسرقة والاعتداء على الغير. المصادر ذاتها أشارت إلى أنه تم توقيف معنيين في كماء أمنية بعد شكايات مواطنين فضلا عن عمليات التنقيب في الصدود القضائية والموقوفين في حالة تلبس بارتكاب جرائمهم. ألقت الشرطة الإسبانية بميناء الميريا القبض على مسن قادم من مدينة الناظور حاول تهريب كمية من المخدرات. ونقلت وسائل إعلام محلية أن المسن البالغ من العمر 68 عاما حاول تهريب مخدرات وزنها 930 جراما في حذائه. وأثار الرجل شكوك عناصر الحرس المدني خلال مراقبة الركاب في ميناء الميريا ليكتشفوا أنه كان يحمل ما يقرب من كيلو من الحشيش مخبأ في حين. وإلى الشأن الوطني، حيث من المنتظر أن تعقد اللجنة الثلاثية الوزارية اليوم اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لاستكمال مراجعة وتجويد مقتضيات النظام الأساسي. وأوضحت تقارير إعلامية أن اجتماع اليوم سيخصص لمواصلة النقاش حول النظام الأساسي لوضع الصيغة النهائية لها. ونختم بالخبر الرياضي. منعت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء جماهير الرجاء البيضاوي من التنقل إلى مدينة بركان لحضور مباراة فريقها أمام النهضة البركانية برسم مؤجل الجولة 12 من البطولة الوطنية. الرجاء أوضح في بلاغ له أنه تم إبلاغه من طرف السلطات المحلية بخصوص المقابلة المقبلة المبرمجة يوم الأحد عن الدورة 12 من البطولة الاحترافية بعدم إمكانية السماح لجماهير الرجاء الرياضي التنقل لحضور هذه المقابلة. وتأجلت مباراة نهضة بركان والرجاء الرياضي لالتزام الفريق البركاني في منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز، في أمان الله.